الأدلة التي تدل على أن القرآن مخلوق، لأنها أدلة هؤلاء كما قلت أصلا ليست في الموضوع، هم يتكلمون عن صفة من صفات الله والقرآن ليس صفة أثر. طيب الله قال كلام الله؟ نعم. صار الإباضية أيضا يقولون بأن القرآن كلام الله ويقولون أنزله. يأتي واحد ويسألك هل القرآن أنزله الله ولا مخلوق؟ هذا سؤال ساقط اسمه، أسقط سؤالا إن أتى خمس به تناقض أو جاء باضطرابه، هكذا أن يجمع سؤالين ويريد جوابا واحدا، أو جمع سؤالين معا، يجمع سؤالين ويريد إجابة واحدة، هذا سؤال لا تجيب عنه. قل اذهب واسأل جيدا ثم أجيبك، هل القرآن مخلوق أو خالق؟ هذا السؤال. لكن تقول لي مخلوق لما أنزل، قل هل القرآن نزل وحده أو أنزله الله؟ سؤال صحيح، سؤال صحيح، هل أنزله الله أو نزل بنفسه أو لم ينزله أصلا؟ أستطيع أن أجيبك لأن سؤال صحيح مباشر في المسألة، ليس فيه تلاعب في النفوس والعواطف. طيب أنا أسألكم سؤال، نسأل الشباب هؤلاء سيكبرون وبعد ذلك يتذكرون المسألة. عندكم أنعام، الأنعام يعني غنم، ضأن، بقر، إبل، شيء إبل؟ إبل شيء موجود ولا غير موجود؟ أنت نعم موجود. هل هذا خلقها الله أو أنزلها الله؟ شوف هذا السؤال نفسه، هل أنزلها الله أو خلقها الله؟ لا لا أنا أعرف ستتسرعون، أنا ما سألتكم أنتم، أنتم ستتسرعون، أنا أسأل هذا الذي جلس يفكر قليلا، هو تفكيره كان صائبا. هل أنزله الله، هل أنزل الله الإبل والغنم والبقر أو خلقها الله؟ زين ممكن تأتي بمصحف؟ أيوه ممكن تأتي بمصحف، بمصحف مصحف مصحف. تستطيع القراءة؟ ممتاز. إذا نسمعه كيف يقرأ علينا من القرآن حتى بعد ذلك يمكن أن أطرح السؤال من جديد. زين قرأ هنا هذه الآية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سورة الزمر، سورة الزمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خلقكم من نفس واحدة ثم خلق منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج شوف لا تتسرعوا، أنزل الله الأنعام عليكم. لو جاء واحد وسألك أنزل الله الأنعام أو خلقها؟ أي نعم نعم نعم، والأنعام خير موجود إذن، ايوه لكن
أنزل ولا خلق؟ يعني هل السؤال تقولي لا 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 خلق أو أنزل؟ تقول خلق وأنزل. إذا سألك هل القرآن أنزله أو خلقه، هذا الجواب، أنزله وخلقه. نعم، واضحة الفكرة الآن. يعني السؤال ما ممكن أن تسأل هل هذا الشاب هو رجل أو إنسان؟ هو نفس، كيف تريدني أن أجيبك؟ الإجابة كيف ستكون؟ واضحة؟ هو. فإذا سأل هل القرآن أنزله أو خلقه؟ نفس الإجابة، خلقه وأنزله، ما عندي إشكال. أنت عندك إشكال، لم تفهم ما معنى أنزله، وتظن أن الله عز وجل أنزل صفة من صفاته. ومتى سمعت أن عاقلا يقول بأن الصفة تنفك عن الموصوف؟ أن الله عز وجل أنزل حياته إلى الأرض، وأنزل علمه، وأنزل بصره، وأنزل سمعه، ما ممكن. فإذا أنزله، السؤال هل أنزل الله القرآن؟ لا ينزل الله شيئا إلا من مخلوقاته، لا تقع الأفعال، الأفعال لا تقع على صفات الله ولا على ذاته. هل تقع الأفعال على القرآن؟ هل تقع الأفعال على القرآن؟ جعله، حوله، أنزله، جعله عربيا، هل ممكن ولا لا يمكن؟ ولو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، جعلناه نورا، هل تقع الأفعال على القرآن؟ إذن ليس صفة من صفات الله. صفات الله لا تقع عليها الأفعال. لا يمكن أن تقول يوم من الأيام أنزل الله حياته وجعلها يعني نورا وجعلها عربية، لا يمكن، ولا بصره ولا سمعه. إذن هذا مهم جدا. تفضل رأيك؟ خلاص، إذن واضحة الحمد لله. حد ما عنده مواضح؟ ولذلك قلت لكم هذه المسألة يعني أصلا مثل ما تفضل يعني ما نحتاج لها أصلا، خطأ السؤال، خطأ. لا يوجد عاقل أصلا في الأمة يقول بأن القرآن صفة من صفات الله. ولهذا سألتكم سؤال أول، إذا سألك هل هناك من يقول غير الإباضية بأن القرآن مخلوق، قل هل يوجد أصلا من يقول بأن القرآن غير مخلوق؟ ماشي، إلا من لم يفهم المسألة.